اهلا بيكم من جديد، ووصلنا دلوقتي لفقره نبض 100 عقبه. كالعاده دايما بنحب نبدا الفقره دي بلايف من داخل نادي الزمالك، عشان كده خلونا نروح لمراسلنا ولزميلنا محمد ساهر عشان نعرف منه الجديد داخل النادي. يا ساهر نهارك ابيض. نهارك ابيض يا ساهر. نهاركم ابيض زملائي الاعزاء انجي واحمد، ودايما متالقين على شاشه قناه نادي الزمالك من داخل نادي الزمالك ونبض 100 عقبه، الفقره المحببه اللي بينتظرها عشان نادي الزمالك. بالامس طبعا الزمالك يضع قدما في دوري ابطال دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على فلامبو البروندي في ذهاب يعني البطوله في الدور ال 32. يعني اعتقد يعني المباراه جمهور الزمالك كله اتكلم عن هذه المباراه تحديدا عن مستوى واداء الصفقات الجديده امبارح، ويعني كلام كتير جدا عن اداء الصفقات واداء فيريرا ومع اللاعبين في هذه المباراه. هنتكلم اكتر باستفاضه فنيا مع كابتن منتصر الجدي طبعا نجم نادي الزمالك عن هذا اللقاء المهم بالامس. كابتن منتصر برحب بحضرتك ونهارك ابيض بخطين حمر. اهلا وسهلا بيك يا ابو حميد، واهلا بجماهير الزمالك والاخوه الموجودين في الاستاديو. بالامس شفت اداء الزمالك ازاي، فوز ثمين طبعا في ذهاب يعني دور ال 32، الصعود لدور المجموعات مهم، اداء الزمالك بالامس شفته ازاي، ويعني فيريرا والصفقات اللي شاركت امبارح بالامس يعني. الوضع طبيعي جدا، الفرقه اللي بتلعبك مش فرقه قويه، فاحنا بطبيعتنا كمصريين ما بنشتغلش الا تحت ضغط. لو فرقه تقيله شويه ودور اكبر من كده بشويه كنت هتلاقي اداء لعيبه الزمالك مختلف. اما بالنسبه للصفقات الجديده يعني مش منطقي جدا ان انا احكم عليهم في اول ماتش ولا تاني ماتش ولا تالت ماتش، لا يعني احنا عندنا مثلا بن شرقي وساسي ولاعيبه كتير اول ما جت نادي الزمالك ما كانتش بالمستوى اللي مشيت بيه، فبالتدريج ان شاء الله اللعيبه دي هتبقى مستواها الحقيقي يظهر ان شاء الله مع الماتشات، وخصوصا ان ده اول ماتش يعني، ففورمه الماتشات هتيجي واللعب الجماعي كل الحاجات دي هتيجي مع الماتشات ان شاء الله. امبارح يا كابتن يعني بالامس كمان ابراهيم نضاي بدا المباراه، زكريا الوردي، عمر جابر مش بعيد يعني عن نادي الزمالك تحديدا، يعني واضح الانسجام هياخد وقت شويه، يعني الجمهور بعد المباراه والناس اللي اتكلمت عن الاداء لسه مش 100%، تقول لي يعني شايف وجهه نظر الجماهير ازاي؟ هو انا عايز اقول لجماهير الزمالك ما فيش فرقه في الدنيا بتكسب على طول، ما فيش فرقه في الدنيا بتاخد بطولات على طول، طبيعي جدا وما فيش فرقه مستواها ثابت، طبيعي ان يبقى في تذبذب في المستوى نتيجه نهايه الموسم ومفنش موسم ببطولتين ومعايشين جماهير الزمالك في احلى فترات في تاريخ نادي الزمالك. انا كواحد من الناس عندي 53 سنه ما عشتش في حياتي كلها في تاريخي كله بشجع في نادي الزمالك فتره زي الاربع شهور اللي فاتت دول بصراحه يعني، فبقول لجماهير الزمالك نصبر على الصفقات ونصبر على مستر فريرا، صفقات كويسه وهتيجي ان شاء الله مع الوقت وباللعب الكتير، وان في حاجه اسمها فورمه الماتشات والتجانس وان الناس تاخد على جو نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك. الهدف كمان الوصول لدور المجموعات، ممكن الزمالك كان يأدي مباراه ولا اروع او مباراه كويسه جدا وممكن النتيجه ما تأهلناش. عموما يا احمد احنا كمصريين ما بنشتغلش الا تحت ضغط، ما انا بقول معروفه المصري ما بيشتغلش الا تحت ضغط، لما يبقى مضغوط جامد قوي بتاخد منه احسن حاجه، انما طول ما هو الدنيا جميله ولذيذه معاه ما تاخدش معاه يعني ما بتاخدش منه معطيات كويسه، فطبيعي جدا نفس اللي حاصل ده. انا بقول لك لو المباراه في دور تاني بدرجه اهميه مثلا هتلاقي شكل مختلف طبعا في حتى في تشجيع الجماهير. ناخد من كلامك يا كابتن ان فيريرا بيلعب دايما 3 4 3، ممكن يغير ل 4 3 3 ما يلعبش مثلا يعني ممكن يبقى ده سيستم الزمالك، يعني الموسم الماضي كله لعب يعني 3 4 3، ممكن نشوفه بقى بيلعب 4 3 3 ولا صعب؟ والله انا دايما بقول مستر فيريرا ما حدش بيقرا يعني ما حدش عارف اللي في دماغه، ما حدش عارف هو بيعمل يعني عايز هيعمل ايه، واحيان كتير جدا في الماتش بيغير الطريقه اكتر من مره وفقا لمجريات اللعب او ظروف الماتش نفسه او ظروف اللعيبه بتاعته او ظروف الفرق اللي قدامه. فانا مستر فيريرا ما بتوقعش يعني بقعد الاول اتفرج واشوف هو بيعمل ايه. زي ما بقول لك كده هو بيعمل حسب سير الماتش او حسب ظروف التيم عنده، بيبقى في احيانا بيبقى في نقص، خلي بالك الموسم اللي فات ده انت بتلعبه معظمه في لعيبه مثلا بتلعب ماتش
يعني كل ماتش عندك مثلا نقص بتاع 3 4 لعيبه من الاساسيين اللي عندك، فهو الراجل بصراحه كمل بيعرف يسد الخانات دي بشكل كويس. وطبعا ناشئين النادي، ودي من اهم الحاجات ومن اهم الحاجات، هي اهم الصفقات والمكاسب اللي حصلت الفتره اللي فاتت. قرعه الدوري الجديد كانت بالامس، الزمالك داخل في سموحه سيراميكا بيراميدز، ماتشات ولا يعني تقال قوي، 3 مباريات ورا بعض، يعني شايف الجدول خدمنا ولا هناخد كل ماتش بماتش وزي السنه اللي فاتت؟ انا عايز اقول لك ان الموسم اللي فات ده احنا كان عندنا الاهلي في الكاس، نهائي الكاس، وبعد منه سموحه وفيوتشر وبيراميدز، 3 ماتشات في منتهى الصعوبه. لو كنت اتعادلت واحد فيهم في ال3 ماتشات بتوع الدوري دول كانت الامور هتبقى صعبه شويه، والحمد لله رب العالمين، وكان عندنا نقص كتير جدا، ربنا اكرمنا وكملنا كويس وفزنا بالكاس، كسبنا النادي الاهلي وكسبنا ال3 ماتشات وكسبنا الماتشات اللي بعديها كلها الحمد لله رب العالمين، وخدنا الدوري. انا يعني انا ما مش قلقان على نادي الزمالك، انا عايز بس جماهير نادي الزمالك، جماهير الواعيه بتوع الفن والهندسه، بتوع الفن والهندسه، واخدين دوري وكاس يعني. بتكلم جماهير الزمالك بتاعه الفن والهندسه، جماهير الزمالك بتاعه الفن والهندسه، نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق ونادي بطولات، اقفوا في ظهر النادي تحت اي ظرف من الظروف، وما تغتالوش اللعيبه وما تساعدوش حد انه يغتال اللعيبه زي ما حصل مع محمود علاء. الكابتن يعني ساعات فيريرا بيلعب سترايكر واحد سيف الجزيري، ممكن نشوف نضاي مع جزيري يعني يبقوا 2 فراوده، ممكن ولا صعب يلعب بالطريقه دي؟ لا ما اعتقدش، لا ما هو بيجيب واحد من تحت يخش، انما ما اعتقدش مستر فيريرا يعمل السيستم ده. زيزو بالامس يعني كان متالق جدا، شايف زيزو دلوقتي بقى محور نادي الزمالك، خاصة كمان كان في غياب امام عاشور امبارح، زيزو قام بالدورين بقى، بس امام افتقدناه بالامس التسديد على المرمى، خاصة كان في تكتل دفاعي لفريق فلامبو، ده كان امام عاشور برضو يعني لسه ملوش بديل. وشيكابالا برضو خلي بالك، مش غياب شيكابالا، شيكابالا ده طبعا حاجة تانية برضو، بتكلم حتة العمق اللي هي التسديد على المرمى. هقول لك على حاجة يعني انت عارف الجيم نفسه واللعيبة اللي بتلعب امكانياتها يعني اعلى من كده، بس يعني كان امبارح اللعب كله شغال باص شغال باص، كان امام الميزه بتاعته ان هو بياخد الكره وبيخش في العمق وعنده جراءه ان هو يروح ويشوط على الجون، وثقافته عاليه في النقطه دي، وده المفروض يبقى الطبيعي عندي في اي لعيب في النادي. انا حتى الناشئين كلهم دايما بتكلم مع اي حد بيبقى مواجه للجون، لازم اسدد، ان الكور كتير جدا بتخبط وتخش وحاجات كتير جدا يعني. منتصر استمتعت بالوقت معاك، والوقت جري بسرعه، بشكرك. استمتعت معاكم حبيبي، شكرا. شكرا كابتن منتصر الجدي، طبعا احد نجوم نادي الزمالك، كلام مهم جدا عن مباراه الامس. النهارده فريق كره القدم عنده راحه سلبيه لكل الفرقه، هيبداوا تدريب غدا استعدادا طبعا لدور بقى الاياب في لامبو يوم الجمعه القادم. النهارده في مباراه مهمه جدا، مواليد 2006 في بطوله الجمهوريه، ومع المدير الفني سيد حنفي هيلعبوا النهارده سيراميكا، اتعادلوا اول مباراه مع بتروجيت 2-2، كانت مباراه مثيره جدا. دي كانت كل كواليسنا هنا، انجي احمد اليكم الكلمه، تفضلوا. نشكرك يا ساهر. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا المميز محمد ساهر، والشكر موصول للكابتن منتصر الجدي نجم نادي الزمالك السابق.